بعدما يكفر رئيس الكهنة هارون داخل قدس الأقداس في لويين 16 كان يخرج خارج المحلة ويأتي بتيس آخر اسمه تيس عزازيل ويعمل شيئا جميلا، يضع يده على رأس هذا التيس ويقر بخطايا وسيئات الشعب، فتنتقل الخطايا من على رأس الشعب وتأتي على رأس التيس ويؤخذ هذا التيس ويخرج به إلى أرض مقفرة بعيدا يحمل خطايا وأثام الشعب ليموت هناك. ودي صورة أخرى للمسيح في موته على الصليب، عندما وضع الرب عليه إثم جميعنا، وعندما تم فيه كلمات الكتاب عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها.